تقليد. نعم، اذا كرة عند لاعب رباح، محاولة جيدة تقوية والهدف، هدف لفريق الوداد البيضاوي في هذه اللحظة. اذا الهدف ياتي في اللحظة، سجل الهدف الاول بشكل غير منتظر، كان تنويم ولكن حتى لا رميز يا فابريس، هذا التعبير، هذا الحصة ديال اللاعب فابريس اوندما كانت في المستوى، نشاهدوها من زاوية اخرى كيف جاء هذا الهدف والتسديدة القوية اللي فاجأت فريق الوداد البيضاوي. الكرة عند لاعب ايفونا للانطلاق، ايفونا محاولة بامكانه تمرير الجهة اليمنى، بالفعل محاولة والهدف لفريق الوداد البيضاوي، الهدف الثاني. اذا هجوم سريع وقذفة تسديدة كانت قوية اللي تمكنوا من تسجيل الهدف. اذا وخلى المبادره للفريق اولمبيك اسفي، واعتقدنا في لحظات انه نشاهده مره اخرى، ولكن العمل هنا اللي كنلاحظوا انه اللاعب ايفونا كيف انه مرر بطريقه جيده وانطلاقه جيده، مرر اللاعب هجوج اللي بتسديده قويه كتشبه تلك اللي سدد بها اللاعب الكرتي وسجل الهدف الثاني. هدف مباغت واونتولوجي، كنظن بانه كان هنا في هذه اللقطه هذه اربعه ديال المهاجمين ضد ثلاثه ديال المدافعين، خطا تموقع.